تضرب السمكه من الظهر تخليها تطلع فوق، وهذه واحده تخلي الاسماك تنقص. يعني هذه واحده من الحاجات اللي ما مش مضبوطه، ما هي صحيه. كيف يعني حوته تنقسم بالظهر تتفتش، يعني تتفتت من داخل، شو مازال تاكل فيها انت الحوت؟ وفاهمه طرحت للصحه. بالنسبه للجلاطين هذه تضر الصيادين. اولا تقتل حتى الزريعه نتاع الحوت والدحي نتاع الحوت، كيف بيدحي في المواسم نتاعها في الربيع والامور هذه، ونضربت في هذاك المكان يعني الدحي والحوت الرقيق هذا الصغير هذا كله بيموت.